طيب هو خلاص بيطلع اليوم يعني، قصدي يعني اليوم انتهى. لا قصدي يعني برا يعني هو ما يبغونك مستقبل. لا تحطمني يا ساير. لا لا ما حقدر احطمك انت يعني هو ربت عشان سوتوا له ادعموه عشان ما يطلع. اشكرك. اي خلوه ادعموه حطوا لهم شيله حر. هاي مش حر على قلبي. نبي شيله شباب بس انها انا ابغى شيله الجنوبي. لا 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 اي عشان ما الذبيحه كذا ما الذبيحه عشان الالات ايش تبغى تلال شغلنا بس انهم يقولون زعلانين عليكم يقولون ساعد الشيف حرام الشيف انكسر ظهره حنا نشتغل عنا الغسل. لا لا هذه ايه؟ لا 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 حنا ما نبغى نخلص بغى يفكها يا شيف شوف بغى يفكها بغى يجيب اجلها بغى امسك حماجي ايوه حماجي ارفع فوق ارفع فوق احمد يلا بالخدمة يا شيف انا في دوج ارفع فوق. يقولون الله يوفقهم كلهم للنهاية. ساير قل العلي يصحى يصحي جبر ورشيد. جبر ورشيد كانوا برا فعشان كذا كانوا سهرانين. لا لا بيني وبينهم سوء تفاهم. لا 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 بينك سوء تفاهم. نعم تحب التصريحات انت. نعم تحب الشو. انا ما اخبي شيء. طيب ان شاء الله ان الهاشتاج حقكم ترند ان شاء الله ترند وانتم ما شاء الله احنا جد ثوني له انت عصريه هاللون انا طلعت البث هذه ترند 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 شمس على عينك. يقول نبي منهم ريالتي اقوى ونبيهم يظهرون كل الساعات البث ونبيهم يعيشون الريالتي وعزيز المغيري شخصيه جدا نادره وعلي بن هادي شخصيته جدا قويه بس فيه شوي يعني كسل هذا مش شوي برود. اي برود هذا ادري انا والله هذا ماخذ من رشيد اكيد. المهم استمروا وابدعوا واظهروا كل اللي تقدرون عليه وحنا مره مبسوطين ايه اللي نشوفه منكم. ساير قول علي الفيوزات معك. ارحب ارحب. كيف يعني الفيوزات؟ مسكت على الفيوزات. اها سميتهم فيوزات. اها والله ضرب بكره بسطحه. ثواني شيل هذا شيل هذا هنا هنا يلا يا شباب ترى باقي اربع دقائق ونطلع الصلاه فنبي شيف انا يقول بها كذا بالمرميل يقول بها كذا كذا وكذا وكذا ايه لا شيله بعد الصلاه ان شاء الله بعد ما تهجعون ان شاء الله تهجع هجع هجع اذان اذان باقي على اذان 37 دقيقه لجميع المتسابقين الاعلام رساله ومهنه وامانه كن صاحب رساله كن فردا يحيي امه لم يختاروك لم يختاركم الله ويضعكم في هذه او في هذا المكان الا وانتم اهل له لا تسمحوا للشهره ان تغيركم او تغير مبادئكم جددوا نياتكم دائما واسالوا الله طيب الاثر ختاما فخورين بكم جميعا درجة فالكم التوفيق اعطني الفهد الاول ومن ناحيه الرساله وجه رساله القلب نسينا ان شاء الله هذا يقول قلب الذبيحه نسينا اول اقول للي جاهلا في حياته يدور التوفيق والعزة كله أكس أكس. عليه بالتقوى ويحسن صلاته يبشر ما يبغيه دقه وجله صح عليك صح حسان والله يشوفوا يا شباب انا والله يشوفوا اليوم الشيف جازان جاء من جازان يبغاكم تتعلمون الطبخ فجايكم بيعلمكم طريقة الطبخ فالاستفاد الموجودين اللي هو مخلد وعبد العزيز وانت والشيخ سعود وايمن وجابر شاركنا شوي ولكن ما طول لا لا جنب لكن وده كان وده كل الشباب يكونوا موجودين لكن بعد الصلاه ان شاء الله شيل على تجتمعوا مع بعض عرفتوا انا ما ادري اذا بتستخدمها ما بخربها ايش تبي شيف؟ بغسل بس هذا تغسل ذي؟ اي هذه المويه عندك بطها وغسلها اتحداك شو ذا يا علي؟ هذا وش الراس نبي واحد يغسل الراس ده انت اغسل الراس ايش عندك اللي وين اللي لا نغسل هنا الراس ان شاء الله شو الراس قول كذا باع بالله ما يرفعوه ايوه صح يلا واحد الاذان متى الاذان ما خلى الاذان اه انا ما شاء الله انا باذن اذن انا خل اذن عندي انا اليوم يلا اذن عندك انت يلا لا شيف غير شويه مو شيف على طول يصير مؤذن يا وانا بصليكم يلا بس والله فاتكم يا شباب بالله اذا شفتوا الشباب اقهروهم قولوا
فاتتكم يعني طريقة الطبخ مع الشيف. المشكلة هم يقعدون يجون قد الكبسة جاهزة. والله شوف الحضيض الحضيض اللي شارك وشاف التقطيع مع الشيف وشاف كيف يسوي ال هذا وين نحطه يا ابو؟ طريقة الطبخ. الحين تغسله هذا. سوري اعطني قرب. لا ها؟ تب الله يهديك يهديك. اغسل هذا. قد نغسلها بس اشياء تجربة. اقلب اقلب قفاز اقلب فك ها افا يا ساي افا يا ساي دهنتها دهنتها افا يا ساي افا خلاص وانا حطها يا ابو والله كنت ضغطها بيتنا على الطاولة هنا جاني القطار يا وجهك سلم وجهك وجهك ابشي بساعدك حمد الخدمة يا ابو ابو نهار خلك خلك واقف لا تجلس خلك واقف جلسة عبد الله الا الدلفين الحين في البهارات الذكريات القديمة السوالف العفوية الحين بنبهر اللحم يا سلام وعلى طول ان شاء الله ننزل على طول مباشرة اللحم هذا طبعا ها اللي بالملس ولا اللي عند الملس واضح والله انتم وقفتوا خلني اشوف اي لا انت بالله انت الحلو والله حلو ملا سريع بلا عشان الوقت يا اخي حبيت داهمنا والله انا حبيت كولا اول اليوم قبل شوي لا انا اول ما شفتك انا حبيت كثير والله قبل اليوم بس اهم شيء بس ما في خلاص كذا انت عزوز والله نبي نكش تواجد بعد ما انتهي البرنامج اي والله تكفون بعد ما ينتهي البرنامج اي كشته صدق كذب اجل هذا عزوز هذا عزوز لا الحق على الكلام اللي قاله قبل لا والله والله كل خير كل خير لا والله بس انت يا زين كشه انت الكشكش الحين جينا عند المغشات لا انت اللي كشكشت علي يا مجرم تعال هنا يا صحيح اي انا اقول الكش هذا الكش هذا ما هو غريب علي وربي ممداني لفيت ظهري دخل اذان ويقول